انطلاقا من شغف خاص واهتمامه بابعاد صفة الشعبية عن آلة البزق الوترية الشرقية، جاءت الفكرة للموسيقي كنان ابو عقل الذي بدأت علاقته بالبزق منذ 11 عاما، واليوم هو ضيفنا بصباح نغير. يسعد صباحك. صباح اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا هلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بداية دائما الانسان يلي بيكون عنده موهبة وتبلش على صغر بتكبر معه وترافقه خطوة بخطوة، وبس الشيء يكبر مع الانسان فهو بيطوره بحسب روحه بحسب شو بيعطي. احكي لنا عن بداياتك. اول شيء صباح الخير، كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. يعني بلشت بداياتي مع آلة البزق من عمر مبكر شوي، هي ممكن بالصدفة بلشت. تطورت من خلال بدراستي الاكاديميه، طبعا بدات يعني من بدايه بلشت اختار اساتذه اكاديميين هن بيتعاملوا مع الاله بكامل الدقه، بعيدا عن هي الاله انه هي اله شعبيه، فكان كل تواجد الاساتذه اللي موجودين بالشام هن اساتذه شعبيين، فكان توجهي لاساتذه اكاديميين من البدايه، من استاذ لاستاذ يعني بشكل كل سنتين ثلاثه يكون في استاذ جديد لحتى وصلت على المعهد العالي للموسيقى وكملت المسيره فيها. إذا بنحكي عن آلة البزق، هي من الآلات الشرقية، اليوم برأيك كيف عم تقدر تدخل بالموسيقى والمقطوعات والمؤلفات الحديثة؟ طبعا يعني أنا عندي شوية تجارب بهذا الموضوع، أني حاولت أني أخذ الآلة لمكان ثاني أو مثل ما بنعبر عنها خارج الصندوق مثل ما بيحكوا. الفكرة أنه هي الآلة كانت مرتبطة من كثير القدم أنه هي آلة شعبية، آلة تتعامل معاملة فيني شبه لكم ربابة مثلا، تمام، قد هي منظورها هي الشعبي للآلة، لحتى هي فاتت على المعهد وبلشت تتطور من المعهد العالي للموسيقى عن طريق تجارب هن من خبراء اجونا لبرا من مثل اذربيجان تركيا، اجوا على المعهد طوروا تمام هي الآلات طبعا مساعدة استاذي، لحتى بلشت الآلة تخرج شوي من الصندوق ولكن ظلت ضمن نطاق الكلاسيكية تبعيتها، الكلاسيكية الشرقية فينا نقول. محاولاتي انا للآلة هي كانت حتى اخراج الآلة من الكلاسيكية تبعيتها، فينا نقول تدخيلها لعالم المعاصرة بالموسيقى. حلو. يعني كنان دائما لأي حدا مشروعه ولأي حدا خلينا نقول مخزونه أو رصيده، يمكن عندك 8 مقطوعات لهلا برصيدك، تمام، دائما قابل للزيادة. احكي لنا عنها. اوكي. هلا انا من 2017 اخذت منحه من بيروت من مؤسسه الصندوق العربي للثقافه والفنون افاق، هي مؤسسه تدعم الشباب لانتاج البومات ومشاريع فنيه. طبعا كان هو مشروعي انا اختار بين ضمن 10 مشاريع على الوطن العربي لحتى يتمول، اللي هو عباره عن 8 اعمال لآلة البزق. هي اعمال فينا نعدها اكثر من اعمال موسيقيه، هي اعمال لتطوير قدرات العازف، اظهار شغلات اللي هو اول مره بيشوفها على هي الاله، تمام، عن طريق مساعده اصدقائي اللي هن مؤلفين شباب سوريين فقط، ساعدوني بالكتابه وانا طبعا اديتهم هالثمان اعمال، هن مسجلين باستوديو ومصورين على شكل فيديوهات موجودين بسي دي وموجودين بكتاب على يعني اضافي، موجودين هدول الاعمال في كنوطه كشرح ك سي في للمؤلف بشكل عام. نعم. اليوم إذا نحكي عن آلة البزق، خلينا نحكي عن صناعة هي الآلة أكثر، نعرف وقديش صناعتها يعني بتنتج أنواع مختلفة وبالتالي بتأثر على نوع العزف. تمام. هلا بالنسبة للبزق، نحن عم نحكي عن البزق العربي وليس التركي، نحن بنقول له الساز أو البغلمة. هي الآلات صناعتها ضمن الشام، تمام، فينا نعد كمان في فلسطين في بلبنان، يعني هدول الاماكن تواجد البزق العربي فقط، وبشمال سوريا كثير بتنتشر هي الآلة، في صانعين كثير. اذا عم نحكي بس عن البزق العربي، نحن ما عم نحكي عن الالات الشبيهه فيها، الالات مثل البزق العربي في كثير صانعين، طبعا بتختلف طبيعه الآلة ودكه صوت الآلة من صانع لاخر، فينا مثل اي شيء بالحياه في ماركات في جوده معينه بيقدمها الصانع مقابل مبلغ مادي انا اخذه يعطيني صوت صفاوة كمان هذا الصوت، قياسات الآلة الصح، شكل الآلة الجميل، يعني فكلاتها هي بتجتمع ببعض الصانعين نحن عندنا اياهم بسوريا، وطبعا هن مو بس بسوريا، هن يعني بيوزعوا على كل العالم. نعم. فنحن قبل ما نكفي حديثنا معك خلينا نسمع شيء من الآلة اللي بتحبها كثير. تمام. طبعا العمل اللي رح نسمعه هو عمل انا كتبته موجود بالسي دي بعنوان روندو. روندو هو مثل الحلقة، فينا نشبهه بشي دويرة او حلقة. حلو، تفضل. Thank you.
كنان بيحب شغله بيحاول بيخاف عليها كثير وبيحاول انه ما تموت او تندثر مثل ما بيقولوا. حضرتك بتدرس اليوم آلة البزغ، خلينا نحكي عن هالموضوع اكثر معك. طبعا بداياتي بالتدريس هي كانت من حوالي 7 سنين مو من جديد. طبعا هي إلى اسباب، يعني في إلى اسباب فيني كمان نقول ايجابيه وفيني اسباب سلبيه. هلا السلبي طبعا هو انه ما في كثير اساتذه، كان يعني انا بلشت بالتدريس بعمر صغير او اذا ما كان عندي الخبره الكافيه لحتى فيني اعطي الطالب بالقدر الكافي. هو طبعا لسبب سلبي انه ما في اساتذه اكاديميين بالبلد، يعني هي شيء صريح جدا يعني. واما الشيء الايجابي هو فعليا هو اعطتني كثير خبره، يعني لمده 7 سنين تدريس انا، ف من كل معاهد تقريبا الشامل هي الحكوميه فينا نقول عنها، مثل صلح الوادي، معهد شبيبه الموسيقى، والمعاهد الخاصه الثانيه الموجوده. والسنه الماضيه انا افتتحت معهد الخاص بمدينه جرمانه باسمه اكاديميه الموسيقى العربيه. هي الاكاديميه هي بس مختصه بتدريس هي الالات اللي هي البزغ والعود والقانون والغناء الشرقي والايقاع الشرقي، مهيئ فيها كل المناخ المناسب للطالب ليتعلم بشكل صح. يعني في مسرح، انا الطالب بيقدر بيطلع على الستيج بيعزف، هو صغير بيتعود يواجه الجمهور يضل عم يعزف، فهو بيصير عنده ثقه. العزف الجماعي هي ما بنشوفها نحن بكل المعاهد، انه نحن نعمل تشكيلات صغيره بهي الالات ونخلي الطالب هو يشارك فيها، يتعامل مع الجماعه، يعني يسمع الكل، يعرف كيف ما يكون عنده هي النرجسيه بالاداء انه انا وبس، فدائما بصير عنده هذا الخليط مع الاخرين. طبعا بالاضافه انه وجود اساتذه هن كلهم خريجين المعهد العالي ومن اساتذه المعهد العالي عم تدرس عندي موجوده بالاكاديميه. طبعا انا بتشكرهم كثير على ثقتهم انه هن اجوا درسوا عندي. ف حلو كثير، حلو كثير انه الانسان دائما يتوج اي عمل بحبه بمشروع ويكبر هذا المشروع. جمعت بين شغلتين، بين الاعلام والعزف، وحضرتك انت طالب بماجستير عم تعمل ماستر بالاعلام، كيف احسنت توفق بيناتهم؟ وخلينا نحكي كمان بصراحه شو كان الوقت الاكثر لمين عاطي؟ طبعا موضوع الجمع بيناتهم هي كثير شيء صعب كان. يعني انا فتت على كليه الاعلام ب 2013. حلو، تمام. درست فيه سنتين لكليه الاعلام، بعدين دخلت على المعهد العالي بنفس الفتره. طبعا كثير عالم في بتقول كيف بدرس انت فرعين بنفس الهي، طبعا هو واحد تابع لوزاره الثقافه وواحد تابع لوزاره التعليم العالي، فما في اشكاليه. فانا بلشت بالاعلام بعد سنتين انا رجعت فت على المعهد العالي دخلت. كان فتره صعبه انه انا عندي الثالثه والرابعه بكليه الاعلام والاولى والثانيه بالمعهد، يعني هون تخرج هون بدايات، والحالتين صعبين يعني. أكيد. التخرج بالاعلام صعب والدخول على المعهد العالي كبدايته كان صعب يعني. صح. فاشفرتين كثير صعبين، انا كثير بصراحه عانيت انه ادرس عن طالبين، داوب عن طالبين، احضر محاضرات عن طالبين، واللي هي المسافه قريبه بين الامويين والمزه. كنت تحضر الاثنين؟ يعني اي تماما، انا كنت يعني انه مثلا احضر يوم باليوم احضر 3-4 محاضرات، وحده هون وحده هون وحده هون وحده هون، اقدر لحق بصراحه. اي المهم اخر شيء يعني الحمد لله خلصنا. السؤال الثاني كان والوقتك لمين كان اكثر؟ اي اوكي. بالنسبه لموضوع الوقت، ما في الواحد يعمل شغلتين سوا. انا لهلق بعدني بدرس بالماجستير بالاعلام، ولكن ما اشتغلت بالاعلام بشكل كثير فعلي بصراحه. انا السنه الماضيه كنت مدير المكتب الاعلامي بالمعهد العالي. حلو. حاولت اني اشتغل فيها فتره ولكن ما في مجال، يعني هيك او هيك. طبعا في مشاريع مستقبليه هي لتدخيل الاعلام مع الموسيقى، يمكن اكثر من حدا نوهني عن هذا الموضوع انه انت اكاديمي بالطرفين. انت معك شهاده اكاديميه هون وشهاده اكاديميه هون. ميزه اضافيه تماما، انا لانه هي فيني عد انه الكره بملعبي بالطرفين يعني. تمام، ففيني انا انه يكون هون ويكون هون، وهذا الشيء نحن بنفتقده بصراحه. صحيح. كاعلام موسيقي ولا كموسيق اعلامي يعني. تمام، عرفت كيف انه هذا يكون الموضوع. فحاولت اني انا مستقبلا يكون في رساله الماجستير تبعيتي تكون عن هذول المواضيع. في افكار لقدام. خلينا بالختام نحكي عن مشاريعك المستقبليه، واكيد نختم بمعزوفه مع حضرتك. طبعا المشاريع المستقبليه عم حضر على مشروع ثاني، يعني انه ان شاء الله يمشي الحال فيه. طبعا من ناحيه التمويل نحن عم نحكي، الفكره موجوده والكل موجود، ولكن هي فكره التمويل، لانه نحن بنعاني من موضوع بصراحه تمويل الاعمال الموسيقيه. ما في كثير مؤسسات نحن ترى عنا الموسيقى بالبلد كانتاج، لاقي للتلفزيون، لاقي للمسرح، لاقي للسينما، بس للموسيقى اوكي وزاره الثقافه موجوده، ولكن هي لترعى الحفلات مو لترعى الالبومات او المشاريع الشابه والفرديه. ولا عندنا مؤسسات خاصه تعمل هذا الشيء، ولا في مؤسسات خاصه للصراحه. يعني المؤسسه اللي دعمتني من لبنان هي مؤسسه خاصه.
بعتقد انه في اهمال لجانب الموسيقى، هن شايفينها شيء مكمل او رفاهيه. تماما تماما، يعني زي انه هن شايفين موضوع التلفزيون والمسلسلات هي اهم من مع العلم انه انا في شارات مسلسلات تلفزيون بحضر التلفزيون من شانه بس، يعني مشان الشارع مشان الموسيقى تبعيتها، ما بحضر كل المسلسل. ايه فالفكره انه يعني النقص اللي احنا اللي عم نعاني منه هون انه بس موضوع ما في تمويل لهي المشاريع، اللي في تلاقي في كل العازفين ببلد انها تشتغل هذا الموضوع. ان شاء الله يا رب بنلاقي، ان شاء الله رسالتك تكون وصلت وبنلاقي دعم اكبر وتنفك عنا العقوبات ان شاء الله وما عاد تجينا ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نختم معك. أوكي. أبو عقل شكرا كثير لوجودك معنا ولكل هاي اللمسات الجمالية لنا. أهلا فيكي. شكرا والتوفيق أكيد بكل خطوة بتخطيها.